وين كنت لهلأ؟ أصلاً لمين بدك تطلع غير لأبوك؟ يلا عمل مثله، عمل. هو هيك كان يعمل معي، ما يرد علي شو ما أحكي. يوم متى قلت له أعمل حسابك بالقهوة يا شوقي؟ قال لي إيه يا نجيت، بس ما التقلية. كانت ثلاث معالق، ثلاث معالق قهوة حطيتهم بالركوة. بعتوا صوت باب الدار لهلا بدينتي. قال لي طالع شوف مين على الباب، مع انه انا ما سمعت حدا عم يدق على الباب، بس ما شكيت، ما توقعت انه حيطلع من هالباب وما يقعد يرجع منه ويبعث لي ورقه الطلاق بعد شهر. وانت طالع مثله، كل شيء فيك بيشبهه، كل ما بتطلع فيك بشوفه فيك. لك رد عليك، رد، خليني احس انه في انت شاب كبير بهالبيت. رد، اطلع من وجهي، لك اطلع من وجهي، اطلع 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 اطلع. لما شفتك بالمطبخ كنت كتير خجلان. أنا كنت الإثارة مرعب، الإثارة ردة فعل لرغبة ودليل على الرجولة.